بقى نروح لتقريرنا الثاني والأخير في هذه الفقرة، وهو كهف الملح. كهف الملح من أروع الأماكن السياحية العلاجية في وادي الرمل بمرسى مطروح. الكهف ده، كهف الملح، بيقع في منطقة وادي الرمل بمرسى مطروح، بيعد الثاني من نوعه في الاستشفاء البيئي في مصر، وبيتم ترك الراغبين في العلاج في لمدة 45 دقيقة فقط للتأمل مديتيشن والاستجمام، وان هم يستنشقوا اليود. يعني بعد كده طبعا هو بيقعد كأنه بالضبط قاعد 15 ساعة قدام البحر. ده بينشط الدورة الدموية وبيتخلص من الطاقة السلبية، كمان بيتخلص من الألم اللي بتتسبب في مشاكل الغدة الدرقية. تعالوا نشوف كهف الملح ونعود مرة أخرى مع فقرتنا الرئيسية. مشاهدينا ابقوا معنا. الملح، للملح مفعول سحري على تغيير مذاق الطعام، لكن الملح الذي سنشاهده اليوم هو من نوع آخر، لأنه يستخدم في أغراض صحية وعلاجية. الملح ده له فوائد كتيرة، يفرز مادة اليود، بيعالج الغدة الدرقية، بيشيل السموم من الجسم، بيشيل الطاقة السالبة من الجسم، بيعالج الصدفية. هو يعتبر يعني يفلتر الجسم اللي هو الجهاز التنفسي. جلسته تستغرق 45 دقيقة، لازم هو كورس، لازم تاخده 5 أو 6 مرات على الأقل. ملح ده ملح صخري، بيتجاب من الجبل، مش ملح طعام. بيتعمل بالأشكال اللي انت شايفها دي، القوالب. جلستك في هنا 45 دقيقة تعادل 15 ساعة بعد صلاة الفجر على البحر، لغاية الساعة 8 مثلا، اللي هو اللي فترة خروج اليود من البحر. اليود طبعا انت عارف له فوائد كتيرة في حياة الإنسان، ينمي الذكاء عند الأطفال. فكرة تداولت بعد حين، عملوه كنظام أود. أنا طبعا كسرت القاعدة ونزلت به تحت الأرض، ويعتبر الكهف ده يعني كهف رقم 1 على مستوى العالم، مصنف عالميا يعني، لأنهم بيعملوه طبعا فوق الأرض، أنا نزلت به الأرض عشان الطاقة الكهرومغناطيسية. الكهف الملح ده مش موجود منه غير في حتتين بس، اللي هي سينا ومطروح. فطبعا كان لازم أدام روحنا مطروح قبل ما نمشي، كان لازم نروح القرية البدوية كهف الملح عشان نحسن من حالتنا النفسية. كهف الملح اللي بيشيل الطاقة السلبية من الجسم، وبيشيل ألام العظام، وشفت منظره على النت بصراحة عجبني، لأن أنا فعلا مقتنعة إن الملح بيشيل الطاقة السلبية وبيشيل الاكتئاب وبيخلي الإنسان نفسيته مرتاحة. فرصة الواحد في الفترة ديت يجي يستجم، ويجي لقرية البدوية وكهف الملح عشان يشيل الطاقة السلبية وضغوط الحياة وضغوط العمل اللي عليه. كهف الملح بيشيل الطاقة السلبية من الجسم ومن العظام ومن كل حاجة يعني، فطبعا دي فرصة لينا اللي احنا لازم نجربه. اي حد يكون قريب من مطروح لازم يجي هنا على طول. سمعت ان الملح بيشيل التوتر والاكتئاب والطاقة السلبية عن الجسم، وشيء جميل جدا.